الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يقولون
الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن فليدعُ ناديه سندعُ الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا
يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الحمد على كل حال، ولك الحمد على ما
وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا لتلاوة كتابك من المخلصين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه مطبقين وعند ختمه به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد. اللهم أسكننا الجنة دار الخلود. اللهم اجعله شفيعا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا عند ختمه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
التقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجعلها عونا له على مرضاتك ونفع عبادك المسلمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب ونسينا الأهل والأحباب أصحاب. اللهم اجعل أعمالنا مؤنسة لنا في القبور. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان. اللهم اجعل مآلنا إلى عالي الجنان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك. يا من هو بعباده أرحم من الوالدة بولدها، يا من رحمته وسعت كل شيء. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك.
المكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع البأس عن البائسين، اللهم ارفع الضر عن المضطهدين في كل مكان. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في الإيمان تعرضوا للاضطهاد في دينهم في بقاع شتى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بفرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك باليهود المعتدين والصرب الظالمين والوثنيين الحاقدين وسائر الطغاة والمفسدين والملحدين. ندعو بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم في كسوفة وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وأخرج إخوان القردة والخنازير منه أذلة صاغرين. يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جابر كسر المنكسرين، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم، اللهم اجعلهم قوة لدينهم، اللهم اصرف عنهم فتن الشهوات والشبهات، اللهم احفظهم من المعاصي والذنوب يا رب العالمين، اللهم اشغلهم بمعالي الامور واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ارزقهن الستر والحجاب والعفاف والحشمة والحياء، اللهم اعصمهن ان يفتن او يفتن، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك اسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق اخواننا المحتسبين، اللهم اعنهم ووفقهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجمع قلوب قادة المسلمين على تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق علماءهم ودعاتهم إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها قنوات توجيه وإرشاد وإصلاح، وولي عليها الأكفاء يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في حلل النصر والتمكين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.
وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والمنكرات. اللهم عليك بالفجار والكفار والسحرة الأشرار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجمعنا جميعا في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.